ممكن خلينا نروح نشوف برضو أمير هشام عمل لقاء مع كريم فؤاد، نطلع نشوف هذا اللقاء ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى ونسأل كابتن أمير كيف كان يستعد لمثل هذه المباريات كحارس مرمى ورأيه طبعا في علي لطفي خلال المباراتين السابقتين، ولكن نطلع نشوف هذا التقرير مع كريم فؤاد ونرجع نكمل. تحياتي لك يا كابتن اسلام وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. يعني كواليس كتير جدا في مقر اقامه الاهلي هنا في ابو ظبي وخلال المشاركه في كاس العالم للانديه، معايا لقاء مهم جدا في هذه اللحظات مع واحد من نجوم النادي الاهلي كريم فؤاد. كريم برحب بيك في البدايه. اهلا بيك يا حبيبي، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. كويسه، ممكن تقرب المايك سنه كده؟ أيوة كويس كده زي الفل، حلو قوي. كريم موجود مع الفرقه في كاس العالم، اجواء مختلفه، يعني كوره مختلفه، مستويات ايضا مميزه جدا جدا في البطوله. كلمني الاول على البطوله دي وعن مشاركتك فيها. والله هي طبعا زي ما انت لسه قايل هي بطوله كبيره، ويعني كاس عالم الانديه ومستويات عاليه، واحنا من اول السنه واحنا يعني بنجهز للبطوله دي ويعني حاطين هدفنا فيها، واللعيبه كلها عندها طموح من اول السنه، من يعني من قبل السنه ما تبدا. ويعني هي طبعا كاس العالم دي حاجه كبيره جدا، ويعني دي اول مشاركه ليا، ويعني حاسس بفخر بصراحه. كريم مباراه مونتيري في الحقيقه تعتبرها، انا عن نفسي بعتبرها شهاده ميلاد جديده لكريم، او هي دي شهاده الميلاد بالنسبه لك مع النادي الاهلي، خصوصا انت لسه جاي ما بقالكش كتير مع الفريق. شاركت مشاركة فعالة جدا ومميزة جدا ونلت إشادة كل الجماهير والمتابعين والنقاد، فكرت إزاي في البطولة دي؟ مشاركة مهمة في ظروف كانت صعبة على الأهلي في إصابات وغيابات كتير جدا. والله هو أنا كنت يعني الحمد لله طبعا هي دي كانت بداية كويسة، والحمد لله أن أنا نزلت وأديت، بس زي ما أنت لسه قايل أنه يعني الأهلي بمن حضر، مش فارقة مين في الملعب، مين موجود مين مش موجود، كلنا واحد وكلنا لابسين شيفت النادي، ودي مسؤولية على اللعيبة كلها. خلاص انت لبست شيفت النادي بقى عليك دور كبير، عليك مسؤولية كبيرة، مفيش أي أعذار، مفيش يعني انت خلاص لابس شيفت النادي الأهلي، فلازم تأدي أداء النادي الأهلي، لازم تلعب باسم النادي الأهلي، لازم تلعب بشخصية النادي الأهلي اللي هي دايما شخصية بطل، فانت وانت جاي كمان بطل أفريقيا، فانت يعني ما عندكش اي اعذار. يعني انت لو لا قدر الله كان حصل اي نتيجه سلبيه، ما حد يعني ما فيش حاجه اسمها ان في غيابات، ما فيش اي حاجه، هو انت خسفت بس، فما فيش اي اعذار. انا استعدادي للماتش يعني انا كنت مركز جدا، بدات او ما بداتش، نزلت دقائق قليله، نزلت دقائق كتيره، انا مركز من بدري انه انا لما اخد لازم اكون كويس، لازم اكون قد المسؤوليه، لازم اكون جاهز. فالحمد لله ربنا قدرني وان انا كنت كويس، و والحمد لله بداية كويسة يعني نحمد ربنا عليها الحمد لله. يعني حابب تقول ايه لجمهور النادي الاهلي؟ هو طبعا جمهور النادي الاهلي كان يعني داعم كبير لينا في البطولة وقبل كده وطول عمره، يعني انا مثلا من ساعة ما جيت النادي، من قبل ما اجي النادي اصلا، والجمهور بيساندني والجمهور بيدعمني من اول بس ما عرفوا ان كريم فؤاد هيروح الاهلي، وانا الجمهور بيساندني وبيدعمني حتى من قبل ما اروح في ماتشات انبي، والجمهور واقف في ظهري والجمهور بيدعمني، الجمهور يعني الحمد لله الحمد لله ربنا يعني مخلينا ان احنا قادرين نفرح ناس كتير وقادرين نسعد ناس كتير بحاجات بسيطه ممكن نقدمها، فدي نعمه من عند ربنا بصراحه يعني بنشكره عليها. والحمد لله يعني الحمد لله يعني على نعمه جمهور الاهلي، هي حاجه كبيره، وبصراحه يعني الجمهور يعني سند لينا بشكل كبير، و وحاجة أساسية من أساسيات اللعبة بصراحة. إن شاء الله بالتوفيق دايما يا كريم، بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا. بشكرك شكرا جزيلا. ده كان لقائنا مع واحد من نجوم النادي الأهلي كريم فؤاد، أحد اللاعبين المبشرين جدا جدا، وإن شاء الله بإذن الله يكون عنده مسيرة مميزة من الألقاب والبطولات مع النادي الأهلي. والآن عودة ليك يا كابتن إسلام في الاستوديو، اتفضل.